من المتدخلين والمشاركين في اللجنة في إطار هذا النموذج التنموي قد شاركوا أيضا في تقرير الخمسينية وقدموا أشياء اعتبروها ثمينة وهامة في هذا الإطار. ولكن يخيفنا الأمر كما قلت لأن الكثير مما يعد من تقارير يصبح يعني أو يطاله النسيان ويصبح جزءا من ما يكدس بالرفض. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. يعني هذا النشاط الأكاديمي الهام اليوم حاولنا من خلاله في إطار الأنشطة التي تنظمها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أن نقارب يعني مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يعني اشتغلت عليه اللجنة لمدة تقريبا سنتين وفي سياقات تحولات عميقة يعرفها المغرب ويعرفها المحيط. في المداخلة التي يعني شرحت بها حاولت أن أقارب قضية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما ورد في تقرير النموذج التنموي الجديد والذي اعتبره بمثابة مدخل جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي هذه الفلسفة الجديدة التي ركزت على إسهامات أو إمكانيات إسهام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حاولت بطبيعة الحال أن تتجاوز النظرة التقنية للتنمية وبالتالي الانتقال من تنمية نقول مطلوبة ولكن أقول ضعيفة الكمال إلى مستوى ثاني وهو نموذج التنمية تساهم إلى أبعد الحدود في إدماج الفئات والشرائح الاجتماعية والمجالات الترابية في إطار نظرة متكاملة للتنمية. في حقيقة الأمر هذا القطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا زال إلى حد بعيد ضعيفا في المغرب إذا ما قورنا بمساهمته في العديد من البلدان كإسبانيا وبلجيكا وأيضا البرازيل والإكواتور والكثير من البلدان في هذا المقام. وينشد بطبيعة الحال البرنامج التنموي الجديد ينشد توسيع مساهمة هذا القطاع سواء في التشغيل أو فيما يتعلق بطبيعة الحال في التنمية بكيفية عامة. ولذلك فإنه يفترض أن الجهات الفاعلة سواء الجمعيات أو التعاونيات أو التعاضديات أو المقاولات الاجتماعية يجب أن تنخرط بكيفية أو بأخرى في المجال التضامن ونجمع بين المبادئ الاقتصادية الجهة ومبادئ التضامن الاجتماعي في إطار تنمية اجتماعية هادفة إلى إدماج العنصر البشري في عملية التنمية. إذن هذا النموذج التنموي الجديد وضع الكثير من المرتكزات أولها أنه يسعى ويدعو للقطع مع الاجتماعي والتضامن من جهة والتي يعني تظل إنتاجيتها ضعيفة إلى بعد الحدود ويدعو كذلك إلى إشراك فاعلين جدد في إطار مقاربة تهدف إلى يعني الدفع قدما بالفاعلين المبتكرين إلى الانفتاح على مجالات عديدة يمكن أن يتم تغطية النقص الحاصل فيها كما هو الحال بالنسبة للتعليم والصحة بالنسبة للطفولة للثقافة للإدماج المهني يقص على ذلك من المجالات التي يعرف المغرب فيها خصاصا أو يعرف فيها هشاشة تؤثر بكيفية ضمنية على الكثير من الفئات الاجتماعية. أنا أظن أن هذا الفرصة كانت يعني مناسبة بالنسبة لنا إلى نناقش كأساتذة وباحثين وطلبة وما إلى ذلك يعني مخرجات هذا النموذج. ولكن كل ما أثير يشكل محطة أولية سيستبدلها محطات أخرى هامة في هذا الباب يمكن أن تشكل أرضيات لدراسات وأبحاث أعتقد أننا في حاجة ماسة إليها من أجل بطبيعة الحال إغناء هذا النموذج وإغناء ما تضمنه من يعني جوانب هامة وأيضا من أجل تقييمه ووضع يعني الأصبع على الكثير من الهفوات التي يمكن أن تكون قد وردت في هذا النموذج لأنه في نهاية المطاف لا وجود لنموذج مكتمل
وبالتالي نحن في حاجة دائمة في الفضاءات الأكاديمية وكباحثين إلى إماطة الإتام على الكثير من الجوانب التي يعني يتضمنها هذا النموذج التنموي أو التقرير تقرير النموذج التنموي التي تحتاج إلى إغناء أو تحتاج إلى بطبيعة الحال النقاشات في الفضاءات العمومية وأيضا في وسائل الإعلام وفي الفضاءات الأكاديمية. ومعلوم أن إصلاح الجانب الديني أو إصلاح الفكر الديني أو إصلاح المنظومة التعليمية الدينية تتجاذبها أطراف، أطراف سياسية، أطراف فكرية، أطراف إيديولوجية، وهذا من الصعب أن يقنع ويقتنع كثير من هذه الأطراف في خلق يعني منظومة وحيدة جامعة منفتحة منطبقة مسلمة. السياق الإقليمي والدولي، العالم من حولنا يتحول بسرعة. هناك نماذج تنمية كثيرة في العالم، منها ما هو نجح في تحقيق فعلا التنمية وتحقيق الرفاه للسكان، ومنها ما هو متعثر. لكن العالم يسير بسرعة ويتحول بسرعة. وطبعا جائحة كورونا هذه المحطة فعلا ينبغي أن نقف عندها طويلا، لأن فيها كثير من الدروس المستخلصة، وهي أن كل الدول أغلقت حدودها وأغلقت أبوابها وعادت للبحث عن قدراتها الذاتية وعن أطبائها وعن ممرضيها وعن نسائها ورجالها وشبابها. من الاختلالات ومجموعة من المعيقات التي جعلت هذه المقاربة لا تؤدي مهمتها، وأن أثرها هو لم يكن أثرا بنيويا واضحا على الوضعية العامة للمرأة، لأنه نجد أن هناك وزارة الأسرة والتضامن، وزارة التحديث، كلها كانت قد تبنت هذه المقاربة في إطار خطط وفي إطار وبدعم يعني من الدولة وبدعم من المنظمات الدولية أيضا، الدعم المادي لتحقيق هذه المساواة داخل يعني الإدارة العمومية المغربية وأيضا في القطاع الخاص وفي المقاولات إلى غير ذلك. لكن بطبيعة الحال وكما تم الإشارة إليه، فقد كان هناك تحسن بالنسبة لولوج المرأة لمناصب الشغل، خاصة منها مناصب صنع القرار ومناصب العالية التي تعين بظهائر إلى غير ذلك. فكان هناك نوع من التحسن، ولكن هناك ولا زالت هناك اختلالات. كلمة للأستاذ أحمد فرحان وصوت الفلسفة والفلسفة السياسية بالذات. يعني شكرا لكل المتدخلين وايضا الذين تقاسموا معي نقاش هذه المداخله المتواضعه التي تكلمت بها صراحه. فيما يخص تراجعات حقوق الانسان، الذي سؤال حول تراجعات حقوق الانسان وكيف يمكن للدوله ان تتعامل اليوم على اعتماد حقوق الانسان والحريات العامه وغير ذلك، الحقيقه ان كثير من الاسئله المطروحه اليوم من طرف المتتبعين توجد في القسم الاول. القسم الأول من التقرير يشخص بجرأة عالية، يقول هناك تشخيص أن هناك تراجعات في الإنسان. القسم الأول من التقرير التنبيهي هذا أدعوكم وأنتم نخبة إلى قراءة التقرير. حتى أحيانا لا نصدر أحكام مسبقة، وكان التقرير يقول العامزين، التقرير ما قالش العامزين، قال كاين مشاكل حقيقية، كاين تراجع، كاين مشاكل في الإنسان، مشاكل في العدالة المجالية، كاين مشاكل الزبونية والمكتوب. يشخص به في القسم الأول. يبقى السؤال، هو يشخص ويقول إذن لمعالجة هذه الاختلالات وهذه المعضلات نحن في حاجة إلى نموذج تنموي جديد. نموذج تنموي جديد ربما متقطعة هو بمواقفية الإنسانية والاجتماعية جامعة ابن الطفيل. الهدف منها هو قراءة متقاطعة للعلوم الإنسانية والاجتماعية المختلفة الممتلة داخل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية لوثيقة نموذج التنموي الجديد، بحيث يحضر في ندوة متخصصون في علم الاجتماع والجغرافيا والتاريخ ودراسات إسلامية، والهدف هو التحسيس وتقريب المضامين الأساسية للنموذج التنموي الجديد من منظورات مختلفة، يعني
الإنسانية والاجتماعية، والهدف هو يعني جعل النموذج التنموي الجديد متملك من طرف الطلبة ومن طرف يعني الضيوف الكرام، والدواء عرفت يعني الكباب على قضايا متعددة، القضايا الأساسية التي في الواقع يعني هناك حاجة لمقاربتها وتقريبها من الطلبة وعبر الطلبة المواطنين المغاربة، لأن لا يمكن للنموذج التنموي الجديد أن ينجح وأن يتم تنزيله وتطبيقه بدون استيعاب المواطنين وإدراكهم لأهم التحديات والقضايا المطروحة في هذا المجال.